السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من توب 10. اليوم نتكلم عن 10 ألعاب تخلينا نشتري الإكس بوكس سيريس إكس وإحنا مغمضين. في المركز العاشر إيفر وايلد. فريق رير الموهوب دائما يجذبنا بأفكارهم الغريبة، مثل آخر أعمالهم سي أوف ثيفز اللي خلتك تعيش دور القرصان، بينما آخر لعبة أعلن عنها هي إيفر وايلد اللي لسه في أول مراحل التطوير، لكن هذه اللعبة راح تعطينا طرق جديدة للعب في لعبة مليانة طبيعة جميلة وعالم ساحر. وفكرة فريق رير في هذا المشروع هو صنع عنوان جديد بفكرة مختلفة عن أي شيء شاهدناه ولعبناه من قبل. وش هذه الفكرة المختلفة؟ ما في أحد يعرف حتى الآن، وكل اللي نعرفه عن اللعبة هو العرض الساحر حقه اللي تتابعونه الآن. في المركز التاسع كراك داون 4. صحيح مايكروسوفت طورت على ما عطتنا كراك داون 3، لكن هذه السلسلة دائما ناجحة في تقديم عالم مفتوح تقدر تستهبل فيه وتقعد تناقز وتستكشف على راحتك وتجمع كل الأوربز المختلفة من القوة إلى القفز، لدرجة أتذكر لساعات تركت كل المهمات اللي في اللعبة وجلست بس أقعد أجمع أوربز. أسلوب اللعبة مرة مرضي وسلس ويخليك تنسى كل شيء وتركز بس على تجميع النقاط اللي تكافئك في تسريع حركة وزيادة قدرات شخصيتك. فكرة اللعبة هذه تكمن في كل ما تسوي شغل معينة راح يتحسن فيها مستواك على طول. ركزت على جزئية المنصات وجمعت أوربز النقز، القفز عندك بيرتفع. ركزت على القتال، ضرباتك بيكون لها تأثير أكبر. جلست تسوق واجد، مهاراتك في السواقة بتتحسن. في المركز الثامن فورزا موتور سبورت 8. واحدة من أنجح ألعاب السباقات ودائما يكون فيها عدد ضخم من السيارات، عادة حوالي 700 سيارة. الجزء الثامن من سلسلة موتور سبورت راح تقدم تحسينات دقيقة مثل إعادة تحسين نظام الكفرات في اللعبة، هذا غير أن اللعبة بتحرص على تقديم أنظمة مختلفة حتى تحس بأن كل سباق يكون مختلف على الثاني، مثل الرياح وسرعتها بيأثر عليك، وراح يكون في عوامل ثانية ما كنا نقدر نشوفها بدون قوة هذا الجيل الجديد. طبعا متوقع نشوف الجزء الثامن مع نفس يوم صدور الاكس بوكس سيريس اكس مثل ما عودتنا مايكروسوفت. في المركز السابع ذا اوتر وورلدز 2. بعد نجاح الجزء الاول بشكل كبير السنه الماضيه واستحواذ مايكروسوفت على فريق اوبسيديان، فاحتماليه نشوف الجزء الثاني على جهاز الاكس بوكس سيريس اكس كبيره. للي ما يعرف وش هي اوتر وورلدز، فهي لعبه اكشن ار بي جي بالمنظور الاول، تقدر تصمم فيها شخصيتك وبيكون عندك سفينه وهي تعتبر المقر الرئيسي لك خلال اللعبه. اللعبه هذه تميزت بنصها وقصص الشخصيات الجانبيه اللي يقدرون ينضمون لك ويصيرون جزء من طاقم سفينتك. طبعا فريق اوبسيديان مبدع في تصميم العاب الار بي جي، لانهم قدموا لعبه بيلرز اوف ايترنيتي، فال اوت نيو فيجاس، فغالبا اي عمل ار بي جي منهم بيكون من الطراز الفاخر. في المركز السادس فيبل 4. واحد من اشهر سلاسل الار بي جي على اجهزه الاكس بوكس، مع ان الفريق اللي طور هذه اللعبه حاليا مقفل الا بان كثير من لاعبي الاكس بوكس معجبين بهذه السلسله اللي نزل لها 3 اجزاء، والجزء الثالث حقها نزل قبل 10 سنوات. طبعا ما ندري اذا هذا الجزء بيسمونه فيبل 4 ولا بس فيبل، لكن اللي نعرفه هو فريق بلاي جراوند جيمز البريطاني المعروف بسلسله فورزا هورايزن هو مطور هذا الجزء من فيبل، بانه يمديك تلعبها بالمنظور الاول او الثالث وبتكون من نظام العاب العالم المفتوح وتقدر تسحب على القصه وما تصير البطل اللي بينقذ العالم، هذا غير انه بيكون فيه طور متعدد اللاعبين وانه بيتم تطويرها على محرك انريل. في المركز الخامس فورزا هورايزن 5. فريق بلاي جراوند جيمز دائما يبدع لنا ويقدم سلسله هورايزن بافضل شكل وبنفس الوقت الامتع، لانها ما تكون مره واقعيه ولازم تركز على الضغط في كفراتك وكيف قوه الرياح بتاثر على سيارتك. فورزا هورايزن تقولك تنقل في عالم اللعبه على راحتك واسلك اوسخ الطرق حتى تفوز بالسباق، هذا غير ان هذه السلسله الجانبيه عودتنا على تقديم اضافات لها ظريفه، مثل اضافه ليجو اللي خلت كل سيارات اللعبه وعالمها مصنوع من مكعبات ليجو، او الاضافه الثانيه اللي خلت عالم اللعبه ومضاميره كانه جزء من العاب السيارات هوت ويلز. هذه اللمسات الصغيره تخلينا متحمسين للجزء الخامس من فورزا هورايزن وايش بيقدم من افكار شاطحه. في المركز الرابع جيرز 6. واحدة من أضخم الألعاب على أجهزة الإكس بوكس وبدأت مشوارها على جهاز الإكس بوكس 360، كانت تقدم أفكار ممتعة مثل الأسلحة الغريبة اللي فيها منشار، وبنفس الوقت التصويب فيها كان مرة متقن والكثير كان يلعبها بشكل احترافي. الجزء الرابع وعد اللاعبين بتقديم ثلاثية جديدة، والجزء الثاني من هذه الثلاثية نزل السنة الماضية، ولأي شخص أنهى الجزء الخامس ومتعلق بأحداثه بيعرف بأن الجزء السادس راح ينهي قصة حقبة شخصيات مختلفة من جيرز، وهذا يخلينا متطلعين للجزء السادس والتوجه اللي بتاخذ السلسلة بعد هذا الجزء. في المركز الثالث سينوس ساغا هيل بليد 2. لعبة الأكشن والمغامرة من تطوير الفريق البريطاني نينجا ثيري اللي استحوذت عليه مايكروسوفت من فترة. هذه اللعبة تجمع نظام الهاكن سلاش، الألغاز والرعب مع بعض. الجزء الثاني ما توفرت عنه معلومات كثير غير العرض اللي نزل في حفل توزيع الجوائز السنة الماضية اللي تم تأكيد فيه أول لعبة على جهاز الإكس بوكس سيريس إكس. العرض للي ما شافه كان غريب، وتشوف شخصية سنوة تقول طلاسم، طبعا مو طلاسم لكنها أغنية رهيبة وغريبة تشدك وتخليك محتار ومتحمس لتوجه هذا الجزء الجديد. في المركز الثاني ماينكرافت 2.
بكل صراحة ما ندري إذا مايكروسوفت بتنزل جزء جديد من ماينكرافت بتسميه ماينكرافت 2، لأنه دائما بشكل مستمر جالسين ينزلون محتوى للعبة بأشكال مختلفة بدون تغيير الاسم. هذا غير أن اللعبة صارت تدعم الري تريسينج، وهذا يخلي مظهر اللعبة يتطور بشكل كبير. ومع كل هذا فهم ما غيروا اسمها أو نزلوا جزء جديد، لكن اللي نعرفه بأن مايكروسوفت راح تستمر في دعم اللعبة وبتحرص على تقديمها بأفضل شكل على الإكس بوكس سيريس إكس. في المركز الأول هيلو إنفينيت. سلسلة هيلو هي أشهر سلسلة على أجهزة الإكس بوكس، وبدأت مع الفريق المبدع بنجي، حتى مايكروسوفت أخذت حقوقها من هذا الفريق وسلمتها لفريق 343 إندستريز اللي قدم الجزئين الرابع والخامس. جزء هيلو إنفينيت راح يستعمل محرك جديد اسمه سليب سبيس حتى يستغل قدرات الإكس بوكس سيريس إكس، وبنفس الوقت هذا الجزء راح يكون ريبوت للسلسلة، وبأن فريق 343 سمع انتقادات اللاعبين وراح يخلون قصة هذا الجزء تركز أكثر على ماستر تشيف، والبعض يتوقع بأن في هذا الجزء راح نخوض المغامرة في عالم مفتوح. بغض النظر عن التوقعات، الكثير متحمس لعودة ماستر تشيف وعودة أسلحة اللعبة الأيقونية. هذه كانت 10 ألعاب تخلينا نشتري إكس بوكس سيريس إكس. شاركونا بالتعليقات بأسماء الألعاب اللي تبون تشوفونها على الإكس بوكس سيريس إكس. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.